تهدمت والله تهدمت والله أركان ال والله أركان ال وانفصمت العروة الوثقة وانفصمت العروة الوثقة قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقى أي يومين أرد المرادي فيه سيد الخلق بعد طه جميعا ويله ما له مع المرتضى طهري أخا المصطفى أساء الصنيع غاله وهو ساجد في مصلاه أيوا علي غاله وهو ساجد في مصلاه لبار العدى لبار العلا يبدل خشوعا شق بالسيف في رأسه ولقد أن كان لدين العلا سيفا منيك فهوى للثرى خضيب المحيا يا عافرا والخضاب كان نجي عاق فنعاه الروح الأمين بسوط ملأ الكون رنة وصداعا قتل المرتضى علي فحلت عروة الدين والرشاد أضيعا يا والي لحني حنين النيب وابكي يا محاري وعلى خطيبك يا منابر شق الجه حني حنين النيب وابكي يا حزينه على إمام اللي قضى وبيت فارقينه صلى الصبح بيك وصلاة الظهر وينه بدرك تحجب أبد لا يظهر ولا يغي حني وقولي وإمامي وإمامة على إمام خضب شهبة ندمة وضعتي مثل ما ضاعت عياله يتامى مشقوق راسه في صلاة مخضب الشهر يا ويلي وزينب تنادي والدمع من السحايف حيدر يا سيف الله
ويا سهمة صايف كلك عجايب يا علي وماتك عجايب شلون المنية أنياب أفي مثلك تصيح إلا المنبر تفطر يا علي وعاتب المحراب الله يا محراب انخدع انخدع داحي البحر كنت السبب لا والقضاء يجري بالأسباب وضعنا عقب عينه بلا شك ولا رك يا ويلي والله يا خوان ظلمنا يا من وصل يا ما والله يما ياك وانت الموت يرجف لو سمع باسمك اي والله شلون ابن ملجم خضب شبك بدمك والله بدمك ورداك مرمي على الوطية اي والله ورداك مرمي على الوطية اين الصارخون وعليا ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. هذه الآية الكريمة أيها الأحبة من أبرز الآيات التي تحدثت عن المقام الرباني الذي تجسد في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأن الرسالة لا تكتمل إلا بماذا؟ إلا أو أن نعم هذه النبوة لا تكتمل إلا بعلي سلام الله عليه. من هذا المنطلق سيكون حديثي هنا انطلاقا من الآية المتقدمة في تساؤلين. التساؤل الأول، ما هو المراد بالكتاب؟ والتساؤل الآخر، لماذا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يكون شاهدا على رسالته وعلى نبوته؟ وما هي الغاية وما هو الهدف وما هو السر في أن يكون ذلك الرجل شاهدا على رسالة ونبوة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نأتي إلى التساؤل الأول، ما هو معنى الكتاب؟ إذا عرفنا معنى الكتاب بعد ذلك سنتعرف
كيف أن ذلك الرجل العظيم نعم قد حوى علم الكتاب. إذا أجينا إلى معنى الكتاب له أربعة معاني أيها الأحبة. المعنى الأول أن المراد بالكتاب هو هذا الكتاب الذي يدون ويسجل أعمال الإنسان. كل إنسان عنده كتاب يسجل السيئات والحسنات كما يقول عز وجل: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن المعنى الأول للكتاب هو ماذا؟ هي صحائف الأعمال. المعنى الثاني أن المراد بالكتاب هو نعم القضاء والقدر، الكتاب الذي يسجل فيه ماذا؟ القضاء والقدر. شنو معنى الكلام؟ الإنسان لا يأتي إلى الدنيا إلا وقد أحصيت أولا أيامه ورزقه. كل إنسان مسجل كم عمره وما هو رزقه إلى أن يخرج من هذه الحياة. ولذلك يقول عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن المعنى الثاني أن المراد بالكتاب هو كتاب القضاء والقدر. المعنى الثالث أن المراد بالكتاب هو خارطة الكون. الكون له أسرار، وهذه الأسرار وين مودعة؟ الأسرار مودعة في ذلك الكتاب، الكتاب الذي لا يمكن أن يتعرف عليه إلا من أهل إلى ماذا؟ إلى النظر في ذلك الكتاب. يقول عز وجل نعم وكل شيء نعم يقول عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب. القول الرابع أن المراد بالكتاب هو ماذا؟ هو هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. قال عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن الكتاب يحوي أربعة معاني: أولا صحائف الأعمال، والأمر الثاني كتاب القضاء والقدر، والثالث كتاب الأسرار، والقول الرابع أو المعنى الرابع هو القرآن الكريم. من هنا ننتقل إلى التساؤل الآخر: ما هو هذا الرجل أو من هو هذا الرجل العظيم الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله أن يكون شاهداً على رسالته وعلى نبوته، وما هو السر في ذلك؟ التفت جيداً. يقول عز وجل: وقال الذين كفروا لست مرسلاً، أنت لست برسول. شنو جاوبه النبي صلى الله عليه وآله؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني النبي أجاب قال: إذا أنتم لم تصدقوا برسالتي فأنا عندي دليلين. الدليل الأول هو هذا الكتاب وهو القرآن الكريم، والكتاب الصامت الذي يستطيع أن يثبت حقيقة ما قد ادعيت من الرسالة والنبوة. وأما الدليل الآخر فهو ماذا؟ فهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الشاهد الآخر على رسالتي وعلى نبوتي هو أمير المؤمنين الذي حوى علم الكتاب. التفت جيدا، قال عز وجل نعم عنده علم الكتاب، ما قال عنده علم من الكتاب، يعني حوى المضامين الأربعة التي ذكرناها: كتاب الأسرار، وكتاب القضاء والقدر، وحتى صحائف الأعمال لأن أعمالنا تعرض على أهل البيت، والأمر الرابع وهو القرآن الكريم كما ذكرنا هو نعم الكتاب الصامت، وعلي بن أبي طالب والكتاب الناطق. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله لماذا اختار علي بن أبي طالب كي يكون شاهداً على رسالته؟ التفت جيداً، مثل ما أن هارون نعم أو موسى طلب أن يكون معه من أخاه هارون
من أجل الرسالة ومن أجل أن يكون عضداً له في رسالته وفي ما يريد أن ينشره من علوم. كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أكد على هذا المعنى. لماذا أراد النبي أن يكون علي بن أبي طالب شاهداً على رسالته؟ ما هو السر؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يؤكد على مسألة مهمة، وهي أن الرسالة لا تكتمل إلا بالإمامة. ثم تقرأ هذا الحديث القدسي: لولاك يا أحمد لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك. شنو يعني لولا علي لما خلقتك؟ هذا مو في مقام بيان الأفضلية، مو قاعد يبين أفضلية أمير المؤمنين على النبي صلى الله عليه وآله، وإنما يريد أن يقول أن الرسالة لا تكتمل إلا بالإمامة، لابد أن يكون علي بن أبي طالب حتى تكون الرسالة تبلغ مداها وهدفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله نعم جعل علي بن أبي طالب، هذه من أكبر الآيات تأكيدا على ماذا؟ تأكيدا على خلافة علي، المنصب الإلهي المتجسد في أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأي علم قد حواه؟ وهو القائل: أما والله لو ثنيت لي الوسادة. شنو أجاب؟ التفت لهذه الكلمة التي تنقلها مصادر المسلمين عن علي سلام الله عليه، ومنهم النسائي من علماء أهل العامة في كتابه خصائص علي بن أبي طالب: أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم، وأهل القرآن بقرآنهم، حتى يقولوا أقضانا وأحكمنا علي بن أبي طالب. مع الأسف النبي أو أمير المؤمنين يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فإن عندي علم الأولين والآخرين. وإلا يجي واحد من هؤلاء الجهال ويسأل علي بن أبي طالب: كم شعرة في رأسك يا أبا الحسن؟ يعني مثل هذا السؤال اللي ينبئ واقعا عن استهزاء وعن احتقار في الداخل موجودة عندنا إلى يومنا هذا. العلم مدفون في قلب علي وهو يقول: إنها هنا علما جما قد علمني إياه رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي كيف يقدم على علي سلام الله عليه من ليس أهلا لعلي؟ ما يحتاج نبين مقام علي بن أبي طالب. ولذلك من اللطائف بأن الحجاج الثقفي هذا الطاغية يقولون استدعى حرة ابنة حليم ابنة حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وآله، فلما جاءت ودخلت عليه وكانت امرأة كبيرة، فقال لها: لقد بلغني يا حرة أنك تقدمين علي بن أبي طالب على الخليفة الأول والثاني والثالث. فقالت له: الذي قال لك ذلك فهو كاذب. ليش؟ قالت: فإني لا أفضله على الأول والثاني والثالث فحسب، بل أفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فوثبت هذه المرأة أو وثب الحجاج قائما على قدميه وهو يقول: ما هو الدليل على ذلك؟ قالت: أوليس هذا كتاب الله بين أيدينا يشهد بمقام علي وبمنزلة علي؟ قال لها: يا حرة إن لم تذكري الأدلة على ما قلت ستقتلين، وإلا فإنك حرة بمعنى الكلمة. طبعا كانت موالية لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، فأجابت قالت: عندي الأدلة. أما الدليل الأول فإن آدم عليه السلام قال له المولى عز وجل: لا تقربا هذه الشجرة، ومع ذلك اقترب من تلك الشجرة. وأمير المؤمنين جميع النعم مباحة إليه،
ومع ذلك لم يتقدم إليها لا لأجل شيء، وإنما من أجل أن يصل إلى الكمال، وما منعه شيء سوى رغبة الوصول إلى القرب والكمال من الله عز وجل، ما طمع في شيء من حطام الدنيا ولا شأواتها. وأما نوح عليه السلام قال المولى عز وجل في امرأته: وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما. أما زوجة علي بن أبي طالب فهي من أتعلمها أيها الحجاج؟ نعم، هي فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني يرضى الله برضاها ويغضب لغضبها. وأما إبراهيم الخليل فإنه قال، ها، المولى يخاطبه: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وأما علي بن أبي طالب فقد قال: أما والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، ما أحتاج إلى يقين بعد هذا اليقين. وأما عيسى بن مريم، أو رواية: وأما موسى، فإن موسى حينما أراده المولى عز وجل أن يذهب إلى فرعون أجابه، قال: ربي إني قتلت نفسا منهم وأخاف أن يقتلوا. ولكن علي بن أبي طالب في ليلة الهجرة لما اجتمع المشركون من أجل قتال رسول الله صلى الله عليه وآله، نظر رسول الله إلى علي وقال: يا علي، أتبيت على فراشي؟ هذا أول فدائي في الإسلام. قال: يا رسول الله، بل أفديك بمهجتي وروحي وكل ما أملك. وبات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تعجبت ملائكة السماء من فعل علي ومن إيمان علي ومن يقين علي سلام الله عليه. وأما عيسى بن مريم فإنه حينما، نعم، حينما جاء المخاض أمه مريم وهي في بيت المقدس، جاءها النداء: اخرجي يا مريم، فآذى بيت عبادة وليس ببيت ولادة، وجاءت إلى جذع النخلة ووضعت عنده. أما علي بن أبي طالب أمه كانت حاملة وهي في منزلها، وإذا بالنداء: يا فاطمة عليك بالبيت الحرام، فجاءت ورمقت بطرفها وتوسلت وانشق لها الجدار ووضعت في جوف الكعبة بعلي سلام الله عليه. يا حجاج، أناشدك الله، أما علمت من هو الأفضل، علي بن أبي طالب أم هؤلاء الأنبياء؟ يقول: فوثب على قدمي، قال: يا حرة، والله لقد جئت بشيء أذأل العقول والألباب، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. إذن هو علي بن أبي طالب، احنا في عقيدتنا الإمامية كل أئمتنا، مو فقط علي، تراها أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين ما عدا نبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك كيف أعطى الأمة، كيف قدم هذا العطاء الذي لا يمكن أن يدركه العقل؟ نعم يا أبا الحسن، ملأت الدنيا علما وفهما حتى حيرت العقول والألباب إلى يومنا هذا. اقرأوا نهج البلاغة في فكر علي سلام الله عليه، اقرأوا نظريات أمير المؤمنين. ولكن أسأل سؤال أيها الأحبة في مثل هذه الليلة: أين علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب مسجن على فراش. أحسن الله لنا ولكم العزاء، شيع موالين أمير المؤمنين، هذه الليلة مسجن على فراش. معصب بعصابة صفراء،
هذا وأولاده من حوله يبكون وينتحبون والكل ينادي وعليا. في مثل هذه الليلة جاءت جماعة إلى زيارة أمير المؤمنين، وكان فيهم الأصبغ ابن نباتة، وقفوا على الباب ينتظرون الإذن لحظات، وإذا بالصيحة قد علت من داخل الدار والكل ينادي وعليا. ويوم وإذا بالحسن قد خرج، وإذا به رأى الجماعة وقوف على الباب، قال لهم يا آذى انصرفوا، فإن أمير المؤمنين مشغول بنفسه. انصرفوا عن الباب، لكن أسأل يا شيعة وين الأصبغ ابن نباتة؟ الأصبغ وقف على الباب، لم يستطع أن يتحرك، جلس على الباب لحظات، وإذا بالصيحة قد علت من داخل الدار والكل ينادي وعليا. وإمامه جاء الإمام الحسن فتح الباب، وإذا بالأصبغ جالسا على الباب، قال يا أصبغ ألم أمرك بالانصراف؟ قال بلى سيدي، ولكن رجلاي لا تطاوعاني على الانصراف حتى أرى سيدي ومولاي أمير المؤمنين. يقول فأذن لي الحسن، دخلت على أمير المؤمنين. على أي حال يا أصبغ؟ يقول وإذا بي أرى ذلك البطل ممدد وهو معصب بعصابة صفراء، لا أدري أيهما أشد صفرا، وجه أمير المؤمنين أم العصابة التي على رأسه. يقول ثم انكببت عليه باكي العين، ألطم على وجهه. فتح عينه أمير المؤمنين، قال يا أصبغ لا تبكي، فإنها والله الجنة. قلت سيدي أعلم أنك صائر إلى الجنة، ولكن يا أبا الحسن أبكي على فراقك، من لنا بعدك يا علي يا علي؟ أحسن الله لنا ولكم العزاء. في مثل هذه الليلة استدعى أولاد أمير المؤمنين أمأر الجراحين بالكوفة وهو أثير بن عمرو السكوني، فجاء إلى أمير المؤمنين، دخل عليه فاستدعى رئة شاة حارة واستتبع عرقا منها فاستخرجه وجاء به، فتح جرح أمير المؤمنين. يا علي يا علي، فتح ذلك الجرح، أخذت ذلك العرق وضعه في جرح أمير المؤمنين. أريدك بعد شوية تنادي وعليا، لا تبخل بصوتك. ثم نفخ في ذلك العرق فأخرجه من رأس أمير المؤمنين، وإذا به ببياض دماغ أمير المؤمنين. رحم الله من نادى وعليا، رحم الله من نادى وسيدا. وإذا بالطبيب قد غرورقت عيناه،
نادى يا علي يا علي اعهد عهدك واوصي بوصاياك فإن ضربة اللعين مسمومة. الله شنو حال بنات رسول الله أولاد أمير المؤمنين؟ وإذا بالصيحة قد علت من داخل الدار والكل ينادي وعليا وسيدا. وإذا بعلي قد فتح عينه وأولاده يبكون اختنق بعربة بعبرته. يا ويلي إلا لا تشعبوني بالدواء قلبي ترى ذاب. أنا الطبيب اللي يداوي الجرح بترى وما أشوف لي دواء من ضربة المحرة. هذا المقدر علي والذيك أحسن الله لنا ولكم العزاء. يقول محمد بن الحنفية بينا كنا ليلة العشرين عند أبي أمير المؤمنين هذا والسم قد ولج إلى جميع بدنه أصفر وجهه وازداد اصفراره. صلى أمير المؤمنين صلاته من جلوس ثم أخذ يدور عينه في أولاده وهو يوصيهم بوصاياه ويأمرهم بفعل الخيرات واجتناب الشرور. ونظر إليهم وإذا بهم يبكون وينتحبون وهو يقول أتبكيان علي ابكيان كثيرا واضحكا قليلا. أما أنت يا أبا محمد فإنك تقتل مظلوما مسموما. وأما أنت يا أبا عبد الله فإنك شهيد هذه الأمة تذبح كما تذبح الشاة. رحم الله من نادى وعليا وعندي تدنى يا غريب الغاضرية يلي مصابك رج في السبع العلي وشم بصدر اللي بالعوادي يكسرونه وبنحره اللي بالمواضي يقطعونه وبثغره اللي بخيزرانه يضربونه كل ما يشمه جذب والنات خفيه. ثم نظر الى العباس ابو فاضل الي نور عيني بني عباس كأني بك تتصل إلى الشريعة وتغترف الماء وإذا بك تتذكر عطش الحسين والأطفال وإذا بك تربي الماء من يدك. أنا كني أشوفك بالشريعة تغرف الماء تذكر عطش خوك وتصب العين همك وتصيح قبل حسين حاشا يرتوي حشاي والماي من شفك تصب يا شفية. أنا كني أشوفك يا عزيزي بين الجنود سيفك بحجرك يا الولد وانت بلزنو والعين مخسوفة بسأم والراس معمود
ويا ابني على حصانك تخرع للوطية وحسين. إذا بي قد أخشي على أمير المؤمنين رحم الله من نادى وعليا. جاء زينب وأخوات زينب نظروا إلى علي وإذا به مغشى عليه اصفرت ألوانه. نظرت إلى أخي الإمام الحسن أبا محمد لقد ازداد اصفرار والدنا لا يحرك طرفه. يا ويلي وظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون يقولون ابونا يا حسن متغير. تحرك يا ويلي المرتضى وبطل ونينه تحسر على اولاده وصد لهم بعينه وقالهم كلامي يا أولادي تسمعونا لازم حسن وحسين من بعدي تطيعوا. أنا كني بشبل الحسن فوق الترب نايم بالسم كبدي مقطع وحول الهواشم والكل ذابت مهجته والدمع ساجيم والحسن يتقلب واخوه حسين محزوم. يا ويلي واما المصيبه اللي تزلزل الوطيه مصيبه عزيز حسين بارض الغاضرية. أنا كني أشوفه على التراب نايم رمية من حول الشبان على الغبرة وزينب شعبت حين سمعت الوصية صاحت أجل يا باي من وصيت بي وبانت يا حدار أول الذلة علي. يا ريت بعدك هالحراير لا يضيع حسر يا ويلي صاحب النفس العطوفة صدوني دا زينب وعبرات ذروفة. أنا كني أشوفك حايرة بوسطة الكوفة ويا يتامى على الإزل كلهم ينوح. يا ويلي اللي ألا الدمع ونادته والقلب والقلب ذايب بياتي وصي لا تبشرني تبشرني بمصايف وبعدك يا ابويا يساعد الله يساعد الله على النوايف. يا ريت ما تقضيت ايامك يا ضوى الكف. قتلوا وفي محرابه طاوي الأحشاء عن ماء وزاد. يا الله.